إدارة النادي قررت تقديرا لجهود الأبطال وملوك الصالات في كل الألعاب اللي حققت انتصارات كبيرة وبطولات مهمة السنة دي، إقامة حفل تكريم لفرق النشاط الرياضي اللي حصلت على العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية احتفاء باللاعبين الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، في مقدمتهم فريق كرة السلة للرجال اللي شارك في 5 بطولات فاز بيها كلها وسجل رقم قياسي يحسب للجهاز الفني واللاعبين، والفريق الأول للكرة الطائرة الرجال اللي خد بطولة أفريقيا الأخيرة التي جرت في تونس، وأيضا الفريق الأول لكرة اليد للرجال اللي فاز ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل للمشاركة في بطولة العالم للأندية بالسعودية. مؤكد ما يحدث أو ما حدث الأسبوع الماضي في ألعاب صلاة تحديدا هو شيء مشرف للغاية. يمكن بطولة كرة السلة تستطيع أن تحصل على يعني اللعبة الذهبية هذا الموسم في النادي الأهلي، حققت العلامة الكاملة حتى الآن. بطولة عربية، كل البطولات المحلية، وننتظر البطولة الإفريقية بإذن الله. إذن كرة السلة بتحصد ثمار بناء سليم اكتمل بجهاز فني على أعلى مستوى، روح عالية، تناغم. ألف مبروك لكرة السلة. كرة الطائرة أستاذ إبراهيم يجب أن نحتفي بها تماما، لأن في الوقت الذي أحجم فيه المنافس الذي فاز بالبطولات المحلية عن المشاركة، طبعا لصعوبة البطولة، أنت كسبت الترجي اللي ما عرفناش نتجاوزه الموسم الماضي. أيوه. وكسبت لعيبة جديدة صاعدة، الحسيني وغيره، وعودة أحمد قطب، ودي مهمة جدا جدا، وعودة محمد سعيد إلى مستواه. لا، فيها العديد من المكاسب وحصول المخضرم المعجزة أحمد صلاح على أفضل لاعب في البطولة. كل دي مكاسب يجب أن تزهو بها الكرة الطائرة. أما كرة اليد فلا، مقبول اللي عملوه، كنا نتمنى يفوز النهاردة وكان من الممكن، لكن مقبول اللي عملوه. وهي كرة اليد، اليد خسر يا جماعة كأس الكؤوس الأفريقية قدام الزمالك في الفاينل 29-28 فريق جول، يعني كانت النتائج متأرجحة، تخلف بنتيجة كبيرة في يعني أثناء المباراة، واستعاد زمام المبادرة وتعادل، ثم فاز بفارق 2 أو 3 في وقت من الأوقات، ولكن في اللحظات الأخيرة، لأن هي البطولة بين الأهلي والزمالك بنت غلطة وبنت توفيق حارس مرمى. أيوه. وبنت مين في البلد؟ بنت اتحاد كرة اليد الذي كان له بصمة عميقة جدا في حرمان الأهلي وهذا الجيل من تفوق ساحق على مدى السنوات الماضية وحتى الآن، ولكن يتعافى النادي الأهلي كلنا شايفين، وبإذن الله المستقبل لهذا الفريق. مش عايزين تقصوا على فرقتكم ما تحقق، وتعالى ضيف بقى عليهم ألعاب ضايعة في الزحمة، تنس الطاولة والسكواش. تنس الطاولة كسبوا الدورة المجمعة الأولى، ومصطفى عسل في يعني السكواش، في السكواش ماشي كويس. لا يعني هو اسمه، عندك الكاراتيه وعندك الجمباز والعاب القوى، طبعا دول ما لهمش منافس تقريبا، والسباحه ولا السباحه ولا العاب القوى ولا التنس. لكن انا اتحدث عن ما تحقق الاسبوع الماضي تحديدا، عشان يعني هو مشكلتنا، عارف فين يا استاذ ابراهيم؟ الناس مش بتتفرج على الرياضه دلوقتي عشان تستمتع، انما تتفرج عليه عشان تحفل. فلما بيضيع منك بطوله، يعني انا اول مره اشوف هذا الاندفاع من جماهير الاهلي، ومنهم اصحاب كبار ليا، كبار في السن كمان، عمرهم ما اهتموا بالعاب الصالات. ان كان يعني هذا العيب يؤدي الى اهتمام جماهيري احنا نقبله، لكن العيب ان احنا نتعامل معاه بشكل غير موضوعي. ايوه، ما فيش حاجه كده يعني. كلمني واحد يقول لي انا راجل كبير في السن وبحبه، انا في المستشفى وانا مش عارف، لا مش كده عشان خسرنا ماتش الهاندبول.
يعني هو بيقول يعني ما بقاش حمل الصراع دي، لكن هي الرياضة صراع والأهلي له نصيب الأسد فيها، فلازم نتعامل مع الأمر من هذا المنظور ونحاول نحاول يا سيدي إن احنا نكسب باستمرار، لكن هذا غير متاح على مستوى العالم.